وللمزيد معنا من اسطنبول الباحث السياسي السوري ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر. بداية، تفجير السويداء كيف تقرأه وبهذا الوقت بالذات؟ مساء الخير. يعني نعلم جميعا أن محافظة السويداء لها خصوصيتها على مستوى الأقلية من الطائفة الدرزية، هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الطائفة لديها رعاية دينية، وبالتالي حاولت أن تنأى بنفسها عن تدخلات النظام وعن تدخلات الأجهزة الأمنية في خضم مدينة السويداء، ولم تسمح بأخذ عناصر إلى التطوع أو إلى الجيش السوري من أجل العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري ضد الجيش الحر. وبالتالي أنا أرى حقيقة أن النظام الآن ينظر إلى أنه يجب أن تعود السويداء شأن درعا الآن إلى حظيرته، ويقوم به من خلالها الأعمال التي يريد. إذن هو يريد شباب السويداء أن ينخرطوا من جديد في الجيش السوري من أجل معركة التحضير لمعارك أخرى في الشمال السوري، وهو يريد أن يقول أنه هو الجهة الأمنية الوحيدة التي تستطيع أن تؤمن الواقع في الداخل. أنا بتصوري هي عملية أمنية بامتياز. ما كان لتنظيم داعش يستطيع أن يتدخل في هذه المنطقة لولا تسهيل النظام والأجهزة الأمنية لهذه العمليات. تستغرب كيف أن كل عمليات داعش تكون في المناطق المحررة والمناطق التي لا يسيطر عليها النظام. يعني لماذا لا تقوم هذه العمليات في عمق النظام بنفس الحجم وبنفس الكثافة؟ إذن أنا بتصوري لولا أن هناك رضا للأجهزة الأمنية ما كانت مرات هذه العملية بكل هذا الحجم التدمير. طيب، فرنسا لا تأتمن النظام على المساعدات التي يروم إرسالها إلى أهالي الغوطة الشرقية، أيضا الأمم المتحدة ترفض الإشراف على توزيع تلك المساعدات، على ماذا يدل هذا الأمر؟ يعني بداية، الأمم المتحدة يعني برفضها الآن التنسيق لا يعفيها من بعض التجاوزات التي قامت فيها في السابق بدعم النظام بالكثير من العمليات الإغاثية، والتي ثبت في نهاية الأمر أنها عمليات فاسدة قام النظام يعني بالاستفادة منها خارج إطار المنظومة التي يجب أن يستفيد منها المواطن المهجر أو الناس الذين يتواجدون في الحدائق بدون إمكانيات مادية. إذن هناك أزمة ثقة، الأمم المتحدة عانت في السابق يعني بفضائح بهذا الأمر. أما بالنسبة لتصوري فرنسا استعجلت يعني من أجل أن يكون لها دور على مستوى القادم السياسي في سوريا، استعجلت التنسيق عالي المستوى من أجل إرضاء ترامب. أيضا ما بين ماكرون وبوتين هذا الأمر تم في خلال تصفيات كأس العالم. بتصوري فرنسا عادت حساباتها من جديد، وهي لا تريد أن تميل الكفة بشكل كامل باتجاه روسيا، لأن روسيا يعني في نهاية الأمر الطرف لا يؤمن عليه بالتفاعل الإيجابي من أجل مصلحة سوريا في القادم. طيب، ماذا يعني أن يخرج وزير الدفاع الأمريكي وينفي وجود أي تنسيق مع القوات الروسية في سوريا؟ يعني بتصوري الرد الأمريكي كان سريعا بعد التصريحات الروسية التي قررت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بشروطها أو لم تلتزم بالاتفاقيات التي جرت بينها وبين روسيا وخصوص مناطق الجنوب. جاء الرد بشكل واضح وبأعلى سلم. نحن نتكلم عن رد رسمي على مستوى وزير الدفاع، وبالقرب منه كان وزير الخارجية بومبيو. إذن حقيقة الولايات المتحدة صدرت رسالة بالعملية السياسية الخارجية قالت فيها أنها لا تنسق مع روسيا، وأن كل تصريحات روسيا لا تعنيها، وبالتالي تصريحات روسيا مستمرة على أساس سوء النية المبيتة وأساس عدم المصداقية. ياسر النجار الباحث السياسي السوري، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.